بدأت جوجل طرح الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 15 على أجهزة بيكسل. يجلب التحديث نظام أندرويد 15 إلى مرحلة استقرار النظام الأساسي، مما يعني أن واجهات برمجة التطبيقات للمطورين وجميع اللمسات الأخيرة أصبحت نهائية. يمكن للمطورين الآن مراجعة ودمج هذه التغييرات في تطبيقاتهم، ويمكن إطلاق التطبيقات التي تستهدف أندرويد 15 على متجر جوجل بلاي كي يتمكن المستخدمون من تحديثها بما يناسب أندرويد 15. أما عن أهم المميزات التي جاء بها الإصدار الثالث، فشملت إغلاق التطبيقات بشكل إجباري، حيث عندما يتم فرض هذا النوع من إغلاق التطبيقات سيتم إيقاف تشغيل التطبيق بشكل كامل وحتى تتم إعادة تشغيله، وستظهر الأدوات الخاصة بهذه التطبيقات باللون الرمادي. الميزة الثانية هي دعم حجم صفحة الذاكرة، حيث يدعم أندرويد 15 الآن الأجهزة التي تحتوي على حجم صفحة ذاكرة يصل إلى 16 كيلو بايت بدلاً من 4 كيلو بايت المعتادة. كما أصبح ممكناً التمكين الافتراضي لميزة التحريك للخلف بالإصبع مع لمسة رسومية، وهذا يعني تشجيع المطورين على إضافة الميزة في تطبيقاتهم. ولاحظنا بالنظام الجديد ميزة المساحة الخاصة، وهي مشابهة لمجلد القفل الخاص بسامسونج، تتيح قفل تطبيقات معينة خلف مصادقة إضافية وإخفائها من الواجهة. وتسابق جوجل الزمن لإضافة مميزات منافسة لتلك التي أعلنتها شركة أبل مع نظام التشغيل الخاص بالآيفون iOS 18، والذي قدمت من خلاله شكلاً جديداً لتكامل وانسجام الذكاء الاصطناعي مع نظام التشغيل. لكن هل ينصح بتحميل أندرويد 15 النسخة التجريبية الثالثة للأجهزة المتاح لها؟ لا ينصح بذلك إلا للمطورين فقط، فالنظام غير ثابت أو مستقر، ويعاني من بعض الثغرات والمشاكل وعدم الاستقرار في النظام. ويحتوي النظام هذه المرة على خيارات التحكم بالصوت من خلال إعادة تصميم نافذة التحكم بمستوى الصوت الكبيرة لتظهر الآن بألوان متناسقة أكثر مع ثيم النظام، بعدما كان مستوى الصوت يتم تمثيله فقط بشريط حاد. كما تمت إضافة ميزة تفعيل البلوتوث تلقائياً، فعند تعطيل عملية البلوتوث تلقائياً ستلاحظ ظهور خيار جديد يسألك عما إذا أردت تفعيل البلوتوث تلقائياً في اليوم الموالي. قد يكون هذا الخيار مناسباً للمستخدمين الذين يمتلكون مجموعة من الإكسسوارات المتصلة بالجهاز، غير هذا لن تحتاج لتفعيلها.